انا بسالهم سؤال في البدايه، اسمح لي ابو عمر. لا هو موجود هنا في المحاور تفضل، ولا احنا خططنا عليه، ولكن وش سبب الاسراف في الحب تجاه حائل؟ ليه تحبون حائل للدرجه هذه؟ بسمع من كل واحد كذا كم ثانيه سبب يعني. والله انا اشوف انه الطير ما يرجع الا العشه. الله. لكن انا احب حائل لان فيها تنوع تضاريسي. حلو. يعني وش التضاريس اللي انت تبيه تلقاه موجوده تبقى. يا سلام يا سلام. وبذر اتصورني شيل الجوال، وترتني. ايه حلو، هي مشكله الحين على كاميرا. اسلام. انا بس استشهد ببيت للشاعر فهيد بقعاوي الله يمسيه بالخير، يقول: لا تلوم الحايلي في حب حايل، من شرب ماها عاشق نسمة هواه. فلا تلومه نهائي. يا سلام. يقول لك: من شرب من نهر النيل رجع له. صحيح. ومن شرب من آبار حائل رجع. وحنا ما شربنا من ما حائل وحبناه، وش عاد شربنا. الله يحييك. والجميل فواز. والله انا بعد بستشهد بيت الشاعر راضي الشعيلي، مسي عليه بالخير بتركي. يقول: من وسط حائل: مساء الخير يا حائل، يا حائل يا ملهمه يا عظيمه يا رومانسيه، الله شم الجبال وراسك الطايل، لا قدر الافراق ولا وداعي. استر عليك. الله الله، ما شاء الله تبارك الله. ممدوح. والله انا احب حايل لانه حايل بس. اوب اوب اوب. شفت كل واحد يعني جاب له ثلاث ادله سبب مختلف وثلاث تعليل. ما يمديك تاخذ عليهم يعني اي شيء.